What's our next test? Refactor. Is there anything to refactor? أنا يعني مش عاجبني الكلام ده الحقيقة وعايز أكتبه في ميثود صغيرة بس I'll delay this for the next cycle. What's our next test? True. الـ bonus balls. بس أنا I feel courageous وعايز أجرب الـ perfect game. ما هو الـ perfect game فيه الكورتين اللي في الآخر. إيه رأيكم نجرب الـ perfect game؟ شوف إيه اللي هيحصل. Perfect game يا جماعة اللي هو perfect game score is 300 for int أسهل بدل ما أكتب 10 سطور ورا بعض I equal 0 هتزعل مني أنت عفيفي أكتب لك 10 ورا بعض مش 10 كمان أكتر كام؟ 10 وراهم 2 12 2 3 4 5 6 7 8 لا this is too much معلش سوري هعمل اللوب يعني واحد نغلط فين for int i equal 0 i اصغر من 10 i plus plus game roll 10 it's one line يعني فوتها لوب بس يعني it's simple loop يعني 12 ايه صح Thank you. لا less than 12 من 0 ل 11 300 هو زعلان ليه؟ عشان في واحدة ناقصة تقريبا أيوة ماشي برضه نسينا ده الـ perfect game مش كده؟ 300 المفروض تقلق طبعا وتعرف هو ليه باست وبعدين بيكوز اي هاف دان ذس يعني بيفور هتكتب خمسه سته تيست تانيين وانت مش مصدق وبعدين هتكتشف انه يور اكشلي دان الجاي ازاي ايه؟ جيمز اوكي ممكن صح طب خلوني اكمل وبعدين ناخد لانه الباقي كله اسئله اوكي بقيه الوقت اللي فاضلنا ان شاء الله بعد 5 minutes من دلوقتي هيبقى كله اسئله alright we're actually done واحنا done بتست اللي هي الرقم ليه جاب 10 اوكي انا هنا في الدومين افترضت ان احنا الفاليديشن بتاع الانبوت جاي من برانا لو دي لو انت عاوز to include the input validation هتكتب more tests. This again depends على ايه؟ انت what assumptions are you making في السيستم؟ انا بفترض ان الكلام ده جاي من مثلا control sensors على الماشينز هي عامله validation. Usually الكلام ده بيبقى بكاميرات. الكاميرا راكبه وبيبقى فيه الكاميرا actually بتديتكت شكل البين وهو واقف. اوكي؟ وهي بتعد البينز اللي لسه واقفه وتبعت لك اوكي فماشين زي دي مش انت مش محتاج تعمل وراها انبوت فاليديشن رايت لكن لو الدومين بتاعك بيتطلب ان انت تاسيوم الانبوت فاليديشن في الحاله دي هتكتب تيست فور انفاليد انبوتس رايت ويعني اتس ايزي تو ايماجن هم هيكتبوا ازاي صح الحقيقه هنا في كمان ريفاكتورنج محتاج يتعمل انا هعمل اكزامبل صغير انه حاجه زي كده مثلا انا prefer ان انا بدل ما انا كاتب comment I would prefer to write this as a small method والايديا تعمل لي الحاجات دي extract method is strike IntelliJ بيعمل الكلام ده لوحده no وفي الحالة دي انا مش محتاج دي صح؟ أعمل إيه بعد ما أعمل ريفاكتورينج؟ Thank you. I'm still good.
اخد دي كمان اعملها is spare. اعمل ايه دلوقتي؟ I would also like ان انا encapsulate ده في method لوحده، اسميها مثلا add next to balls دي يعني. تمام؟ alright، علشان الريدابيليتي بتاعت الكود. لكن انا هوقف ده دلوقتي عشان الوقت. لكن انا عملت الاكسرسايز ده علشان تشوفوا how it feels. This is refactoring. Refactoring مش معناها ان انا افتح بطن الكود واسيبه it doesn't compile and it doesn't test for 3 weeks. This is called re-architecting or re-engineering. Refactoring هو ده 15 seconds 2 minutes with a test and you're sure انك ما ضربتش 30 حاجة وانت بتصلح حاجة. ده اللي لما الناس اللي عملوا refactoring سموه refactoring. Okay؟ The original book of refactoring بتاع مارتن فاولر اللي اسمه refactoring واللي شهر ال practice بيقول the first step to refactor is if you don't have a test write a test. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما عندكش test اكتب test. Because without tests refactoring is extremely risky. Who how can you tell انك عملت regression؟ هتعمل ايه؟ شوفوا ازاي احنا confident واحنا بنغير علشان معنا tests. Small change run the tests. Small change run the tests. This becomes your life. This becomes your flow. And in this moment I would like to remind you ان ده كان الديزاين. Where did it go? What is simpler? Which one is simpler? بتاعنا. That's why لما الناس بتقول TDD leads to a simpler design دي حاجة تتحس ما تتقالش. مشكلة الـ Object Oriented Analysis زي ما هو مكتوب في الكتب إن أنت ما تعرفش مين في دول مستاهل يبقى كلاس ومين مش مستاهل. هتعرف إزاي؟ هتعرف إزاي؟ You don't know هيبقى فيه قد إيه لوجيك. هل في الآخر الفريم بيزيكلي طلع عندنا لوب فاريبل. و I would يعني الناس فيكوا اللي حبت تي دي دي I would encourage you actually إن أنتوا تروحوا البيت وتحاولوا تكتبوها بالديزاين ده. فقط عشان تعرف how complex the solution will be. This is unbelievably complex عشان تعمل الكلام ده. ليه؟ لأنه even though هم frames لكن أنت في بعض الأحيان محتاج تتعامل معهم كبولز. لأن أنت لما بتجمع أنت ما بتجمعش next frame. أنت بتجمع next ball اللي هي جوه frame. فأنت لو مخبي البول جوه frame سلامتك هتلاقي نفسك بتزود complexity عشان تحل زيادة الكومبلكسيتي اللي عملتها. طب ليه؟ فهمتوني؟ بس ده ممكن يكون ما لو كان عندك conditions ان انت لازم مثلا تستعمل ديزاين تاتل يعني يس. بس في الاخر هو احنا المفروض هدفنا في الشغل ان احنا نستعمل ديزاين باترنز ولا ان احنا نطلع شغل كويس؟ بص every single design pattern you introduce adds complexity. انا I give design patterns courses. اوكي؟ فيعني انا مش ضد design patterns. بس انا بحب design patterns بحب ال solution ي evolve into a design pattern. مش يبقى design pattern forced عليه. اوكي؟ ف at some point انت هتعمل your initial design والحقيقه الاوبجكتيف بتاعك وانت بتعمل initial design هو ان انت تفهم السوليوشن مش ان انت تبروجرام ده وبعدين تسحب من الكونسبتس دي كل ما تحتاج. فانا اكشلي استعملت ده بالظبط حرفيا الحقيقه صح؟ لكن ما استعملش حاجه خالص من دول. Sometimes
هتستعمل two design elements والباقيين مش مستهلين. بس انا بحب الانيشال اكسرسايز ات ذا ديزاين علشان افهم. في ناس مدرسه بالعكس تقول لا ولا ده، بس انا مش من المدرسه دي، انا من مدرسه ان انا عايز ارسمه عشان افهمه، وبسمي ده الاناليسيس دومين، ده الاناليسيس موديل، ده مش الديزاين موديل. This is the model بتاع الرياليتي. انا هكتبها ازاي في الكود، ايه في دول مستاهل يبقى كلاس وايه مش مستاهل، شغلانه تانية. ساعات بيحصل عكس، ان انت بيبقى عندك هنا كتبت الكلاس دي واكتشفت انها overly complex، فتبدأ تاخد منها حاجات تعملهم helper classes حواليها. ده مش مكتوب في الانيشال ديزاين، بس solution as is في الانيشال ديزاين كان هيؤدي لان this piece testability هتقل والmodifiability هتقل. فهمتوني؟ And this is how TDD leads to a simpler design. That's why actually في ناس بتقول ان TDD does not stand for test driven development. TDD stands for test driven design. The design is actually driven by the tests. ده اللي احنا عملناه الحقيقة. صح؟ Benefits. All the benefits of unit testing معك. فاكرينها اللي قلناها inspires confidence, reduces cost of change, free regression، كلهم معك لان معك unit tests. بس معك فوق دول. Simple design. I think I don't need to talk more about this. صح؟ Just enough code to meet expectation. عمرك ما هيبقى عندك over engineering أو over design. صح؟ كتير قوي لما بنعمل big up front design اللي بيحصل نبقى عندنا so many pieces that are not يعني carrying their weight. They're a waste. وساعات أسوأ من waste. They add complexity. فكمان يعني بيجرك لورا، مش بس انه بيتقل العربيه، ده كمان بيزقها لورا. And you have no untested code. لانك ما بتكتبش a line of production code الا لما تروح تكتب قبله تيست. And then you write just enough production code to pass the test. ازاي هيبقى عندك untested code؟ لو بتكتب التيستس بعد الكود سهل انك تنسى. مش كده؟ نسيت a cover method. لكن لو انا بدرايف البرودكشن كود بتست وبكتب بس انف كود تو باس ذا تيست، عمر ما هيبقى عندي انتستد كود. ذاتس واي تيبيكلي في تيست دريفن ديفلوبمنت انفايرمنت الكفرج بيبقى 100%. اذروايز انت يعني يو didn't يوز تيست دريفن ديفلوبمنت لو الكفرج كان اقل من كده. ات سام بوينت كسلت ورحت كتبت البرودكشن كود الاول. بس ده معناه ان انت مفيش كود اصلا، انت كده نسيت بيزنس كيس. دي هتبقى كارثه مش هيمسكها غير كيو سي، ودي اجين انت عمرك ما تعرف تمسكها لان انت ما انت اصلا يعني ما انت نسيت الكيس على بعضها، فيعني هتمسكها ازاي؟ لازم حد يقول لك. يعني انا بكتب تيست كيسز. ايوه. انا في دماغي البيزنس بتاعها بس انا ما كتبتش التيست كيس بتاعها. يس. وبالتالي ما كتبتش البرودكشن كود كمان. مظبوط. صح. And that's why test-driven development is not a substitute for quality control. It's not. وده أنا قلته في الأول. Yes? فما فيش سبب للقلق يعني. لا يعني أنا أقصد إن ده الديزاين الأولاني هو إحنا رسمناه في الأول ده كان مفيد لأنه هو مريني كل السيناريوز جواه. Yes. لو أنا بالtest-driven لو كنت في تيست وقع مني وأنا ما كنتش باصص على ده ممكن حاجة من هنا تقع. That's why I like the practice of thinking about the design and coming up with a design. بس بعتبره initial design. ما بعتبروش baselined وهروح أنفذ ده. فهم الفرق أو حاسس بالفرق؟ كنت أوكي. الكلام ده فيه tools بتساعد في الكلام ده. أولاً الكلام ده له جنبين. في الجنب الاولاني بتاع الديفلوبمنت نفسه والجنب الثاني بتاع الانفايرمنت. ازاي هتست انتربت سيجنال؟ ازاي هتست اي او بورت؟ ازاي هتست داتابيز؟ ما هو برضه نفس الكلام. ازاي هتست ويب سيرفيس؟ اعمل ايه؟ ماكينج. ماكينج از ا جود سوليوشن. ماكينج هو بيزيكلي ان انت بتوقف حاجه مكان دي
بما يفيد اغراض التست بتاعك. It's not the real thing، حاجه مكانها. فاذا انا بكول انتو ا ويب سيرفيس بدلها لوكيشن بتاع سيتي وبترجع لي التمبريتشر، هعمل موك. الموك ده بروجرامد ان هو لما ياخد مصر يرجع 49 ولما ياخد لندن يرجع 12. فاهمني؟ فبالتالي اقدر ان انا اتست اللوجيك بتاعي ان ايزوليشن اوف الحاجه البطيئه البعيده اللي صعب ان انا اخدها معايا في التست دي. موكينج از ان امبورتنت سكيل تو ليرن، وهنستعمل تي دي دي انفورشنتلي في 3 ساعات صعب قوي ان انا اكفر الموكينج. كمان في التي دي كورس بنكفر الموكينج بمور ذان وان اكزامبل. يعني Yes. Yes. انت you don't write a line of production code without writing a test first. Yes. الحاجة الاوتو جنريتد ديفينتلي ما انتش محتاج تعملها تيستينج. What's the point؟ انت بتست اللي بيجنريت، مش بتست جنريتد كود. لو هو جاي ثيرد بارتي، كل اي حاجه ثيرد بارتي معظم الناس بتعتبرها تيستد لان الريسبونسبيلتي عندهم، فانا ماليش دعوه بده. والجنريتد كود مش محتاجه تيسته لانه جنريتد كود يعني. اوكي، فاكرين الريبورت ده اللي وريته لكم؟ 72% من الناس بتستعمل يونت تيستينج، 38% بيستعملوا تي دي دي. This means طبعا ال 38% دول كلهم هنا. Basically this means ان 60% من الناس اللي بتستعمل يونت تيستينج بتكتب تيست فيرست. النسبة كام في مصر؟ تقريبا صفر. خليني اخلص الكام سلايد اللي جايين وبعدين هنفتح ديسكشن لحد ما نزهق. اوكي، دي فكره التو هاتس بتاعه كينتبك، اتكلمنا عنها اكشلي واحنا بنتكلم في الكود. وانا اتس ريلي جود ايديا ان انا دايما يا اما انا باس تيست يا اما انا بريفاكتور، نيفر بوث. ام ايذر رايتنج نيو كود او امبروفينج كود. لو انا رايتنج نيو كود يبقى ذا تيست شود فيل، لو انا if I'm writing a test، ولو انا refactoring code يبقى no test should fail. ال separation ده صحي. Again ده بيتريت على نفس الفكرة اللي قلناها، ان انت ال outline بتاعك هو التست. System يبقى consumed زي من بره. And then you write a draft اللي هو make it pass. And then you write your final version في refactoring. So you're actually getting three takes at design. واحدة بتبص من بره من وجهة نظر الكونسيومر، وبعدين بتكتب initial version وبتفهم فيها التشالنجز، وبعدين you get another chance of improving your design. والسايكلز دي كلها كل واحدة فيهم ساعة، نص ساعة، ساعة ونص، definitely less than one day. This becomes your flow. فهمتوني؟ It's a very different flow. للأسف الريفاكتورينج ملوش حاجة كونكريت زي ميك ات باس. ميك ات باس في بار بيخضر، حاجة كونكريت. الريفاكتورينج there is no telling أنا إمتى خلصت، ملوش، مش كده؟ بس without refactoring your cost of change will continue to climb. Duplication in يعني suboptimal design. That's why refactoring is important. لو أنا يعني imagining إن this is my cost of change لو ما بعملش refactoring، this will be my cost of change لو أنا بعمل refactoring. الفرق ما بين الاثنين دول هو technical debt. أوكي؟ بس أنا بيونت تيستس معايا وب very short development cycle في آخر كل واحدة منهم عندي optional refactoring، اللي هيحصل إن أنا إيه؟ My design will continue to improve. Our references, يعني دول the books of test-driven development. ده الكتاب اللي كاتبه كنت بيك شخصيا. I really like this book over that one. في كامب تاني في الاندستري بيحب الكتاب ده اكبر من الكتاب ده. Basically في two schools.
في الاندستري اباوت تي دي دي بيسموهم شيكاغو سكول اند لندن سكول. في سكول بتحب البيهيفيرال تيستس وسكول بتحب الستيت تيستس. دي ممكن نعتبرها ادفانس توبكس تدخلوا بس يعني بلوا رجليكوا زي ما بيقولوا بالانجليزي get your feet wet وبعد كده نبقى نشوف which style you're going to like more. يعني هل تي دي دي is without concerns؟ Definitely not. These are some of the major concerns. Simple and easy are two different things. صح ولا غلط؟ الكلام اللي انا قلته ده may seem simple زي بالظبط ما ان انا اشرح لك ازاي تركب عجله is simple بس الفعل اصعب. اوكي الكوست اوف تيستس تسلا كوست تو رايت اند مينتين. هاو كان وي مانج ذس في الانفايرمنت بتاعتنا؟ ازاي نقنع البروجكت مانجر ان انا اي ويل اكشلي رايت 150% زياده كود؟ الاحصاءات بتقول انه التست كود لو انا بكتب 1000 لاين التست هتبقى 700 800. اوكي بس الايفورت الزياده لان التست اسهل من البرودكشن كود في الكتابه احنا شفناها ما فيهاش كونديشنز ما فيهاش لوجيك. ده معناه انه ما بتاخدش نفس الوقت تاخد وقت اقل. يوجوالي التايم بيبقى 150% من لو انا ما كتبتش يونت تيست. يعني لو انا ام بلاننج 3 اورز without unit tests I'll plan 4.5 hours with unit tests or with test driven development. بس الساعة ونص دول راجعين لك واكتر منهم in terms of reducing your debugging time and improving your quality. Okay. Coupling to tests is a real concern. ما انا دلوقتي معايا tests مش كده؟ التيست دي coupled بالكود ما بتنادي جوه الكود. فلو التيستس حط مناخيرها جوه الكود وبالتست انترنالز هتفيل كتير وانا بغير في بطن الكود. مش هتفيل لان في بيهيفير اتغير، هتفيل لان انا بظبط. يعني رول مثلا دي لو زاد لها بارامتر كل التست محتاج اتغير. صح؟ And this is a concern. له اساليب للتعامل معاه بس you need to know انه there is a concern about coupling to tests. And what I call test-induced design damage. إن أنا أدمج الديزاين عشان أتست. زي إيه؟ وده لو أنا مش واقف بـ a correct level of granularity على التست ده ممكن يحصل بسهولة. زي إيه مثلا؟ زي إن أنا عندي private variable جوه الكلاس فعلشان أتست الستيت بتاعته في تست معين أخليه public. ده الديزاين دامج. الديزاين دامج ده induced بإن أنا عايز أتست. I shouldn't do that. There should be other ways. لكن لو أنا مش فاهم الـ concerns دي أنا ممكن أعمل ده فعلا. Alright؟ أنا خلصت الـ presentation والماشين خلصت البطارية. و now it's about time to discuss. عايز أعرف منكم الأول how did you feel about الـ exercise وهو بيحصل قدامكم وبعد كده نتكلم في أي حاجة أنتوا عايزينها.